أبينا وين نروحوا هاكلوا هاك لا طب تاع اليوم كانت واعره كانت الريح هنا في الكورس تي جي دو بوا راه عن جروب كبير درت لي فور باش دخلت عليهم انا غير دخلت ديسبيت سبرينت بوان شو الاول اللي كتبناه مول بوان شو عملوا اتاك راحوا لقدام لي ميور تاع الجروب سي جيري تاعنا كانوا معنا صحابي كانوا صحابي ديك على الجزائر هنا بي قرارا كنا كاع كانوا معنا نعطيهم الصحه على هذا المجهود ما تقلقناش سينا نكملوا كاع لي بوست اللي جزناهم كانت ريسك باش ندخلوا عليهم انا حسيت روحي بيان قلت صحابي لازم نتعاونوا باش ندخلوا على القدام الحمد لله عطينا جوسكوبو ما حبيناش نطلقوا حتى تلقى الاخرى قلنا معليش ما اذا ما ربحناش نسيو ليميتي بلاكات باش ما يدوناش الوقت على المايو جون الحمد لله دخلنا عليهم 1 كيلومتر جو بونس 1 كيلومتر سايتي جوست كنت بلي كرومب كلاس كنت ابلوك تاعي حنا وسبرينت كان يوسف جيجي هو كان عزيزين على كاب ولونس سبرينت ومن بعد يوسف هو عمل سبرينت من بعيد وانا قدرت نفوز عليهم في اخر امطار هذا شكرا على كاع هذه المجهودات الفريق مضى والفريق كامل على هذا المجهود واكثر شيء صحابي اللي كانوا معايا في الفريق وما طاو ضحوا كل شيء باش يلحقوني وضالي فيه الحمد لله كانت مرحله صعبه وان شاء الله الجاي افضل يكون وطنيا نيوز الواقع من المواقع